وانتم طيبين من غير اي يعني ما فيش مناسبه عشان الكلام ده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، نشكر لكم اجتهادكم في المحافظه على صحه المسلمين وعلى بلاد المسلمين، جزاكم الله خيرا على ما تقومون به من جهد لتطهير المساجد ولتطهير الاماكن التي فيها تجمعات، حرصا على صحة أهل الإسلام، والله يقول من أحياها فقد أحيا الناس جميعا. وفي هذا المقام يطيب لي أن أبشر المسلمين بأن الله قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فنحن وإن أخذنا بالأسباب، لكن نوقن تمام اليقين ونعلم تمام العلم أن كل الأمور تجري بقضاء الله وتجري بقدر الله سبحانه وتعالى. فلنطمئن يا أهل الإسلام، لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، ونأخذ بالأسباب كما أمرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولكن كما لا يخفى، نأخذ حذرنا ولا يغني حذر من قدر. فلنطمئن إلى أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها. قال تعالى: لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والآجال مقدرة علينا ونحن في بطون أمهاتنا. جاء الملك أمر وسأل ربه: يا رب كم الأجل؟ فلنطمئن ولتطمئن قلوبنا. والحمد لله الأمراض كفارات أيضا، إن قدر علينا شيء فنحن مؤمنون بالله، وعلينا بدعاء الله، وعلينا بالقنوت، وعلينا بالاعتصام بالله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أكرر حمدي لله على ما من علينا وعليكم به من الإسلام، ثم أكرر شكري لكم الإخوة.